لحظه ضعف الثقه في النفس من اللحظات الحاسمه والمهمه جدا اللي الكل بيمر بيها. كتير مننا ما بيعترفش عشان مش قادر يصدق انه ضعيف الثقه في نفسه، لكن الجميع بيمر باللحظه دي. هي لحظه الشك في امتلاك القدرات المساعده على مواجهه تحديات الحياه. الحياه عباره عن خطوات وتحديات. الانسان لو شاكك في نفسه انه مش قد الحياه بيبقى مهزوز، والهزه دي وراها قرار من اتنين: إما أنه هو يواجه فيتغلب فيستعيد ثقته في نفسه، أو أنه هو يهرب وينطوي على نفسه، وتبقى لحظة ضعف الثقة في النفس هي خطوة عشان الإنسان يبقى عنده يقين أنه ما عندوش قدرات، وينقلب الشك في امتلاك القدرات ليقين أن أنا ضعيف. وإذا الإنسان لحظة ضعف الثقة في النفس خلته عنده يقين أنه ما عندوش القدرات دي، قد يشك في ربنا ويعاتب ربنا: أنت ليه ما خلقتنيش قد الحياة؟ عشان كده لحظة ضعف الثقة في النفس هي لحظة مهمة، لأن يعقبها القوة أو يعقبها الاعتزال من الحياة. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في القرآن عن لحظة ضعف الثقة في النفس، اتكلم كلام كأنه بيمس قلوب الناس وبيشجعهم، لأن الحياة كتير ممكن تكسرك. بعد غزوة أحد لما قتل من الصحابة 70 واحد من كبار الصحابة، وأول مرة الصحابة يبقوا في مواجهة كبيرة كده ويقتل منهم العدد الكبير ده، وينزل القرآن كأنه طبطبة على قلوب المجروحين المكسورين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا، اوعى تتكسر، اوعى لحظة قابلت فيها تحدي من تحديات الحياة وما انتصرتش فيه، اوعى ده يصيبك بلحظة ضعف الثقة في النفس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، هزيمة، انكسار، قهر، مذلة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم ممكن تنتصر علشان لما تنتصر تتعلم، ويوم ممكن تتهزم عشان لما تتهزم تفهم وتتعلم أكتر وكتير. الإنسان بيتعلم في لحظات الهزيمة والجراح والأحزان أكتر ما بيتعلم في لحظات الانتصار. ما تخافوش، ما تقلقوش، ما تتراجعوش لحظة ضعف الثقة بالنفس، ابني بيها وواجه وتحدى، لأنك لو تراجعت هيبقى عندك يقين إنك مش قد الحياة. ليه يا رب كتبت علينا إن إحنا نمر بلحظات مهزوز الإنسان فيها من جوه وحاسس إن هو مش قد تحديات الحياة؟ ليه يا رب كتبت علينا لحظات أشك إن أنا قوي وحس إن أنا ضعيف ومش قادر أقدم على خطوة ممكن يكون فيها نجاحي؟ ليه يا رب في وقت من الأوقات الإنسان يكون متألم لأنه حاسس إن هو من جواه إنسان ضعيف واللي حواليه أقوى منه؟ ليه لحظة الشك في القدرات؟ العلماء بيقولوا إن الإنسان بيبني قوته وقت ما يحس بضعفه. ساعتها أنا فهمت ليه ربنا قال للإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا، عشان ربنا يقر حقيقة إن الضعيف يبحث عن القدرات الكامنة جواه. مش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيطلع من عنده أشياء فيها عيوب، عيوب الصناعة ومشاكل الصناعة، الكلام ده يحصل من البشر الناقصين الضعفاء. أما الإنسان ففيه كمال الخلقة الربانية، وكل ضعف وكل عجز عند الإنسان لما يجتهد ربنا بيمده من عنده بصفاته وقوته وعزته وكرمه عشان يطلع كل حاجة قوية قدامه. مش هيحصل ده إلا لما تخاف، إلا لما تقلق، إلا لما تتألم وتعدي عليك لحظة الضعف، بس بشرط تتعلم إزاي تعيشها علشان ما تكسركش. لأن لو كل لحظة ضعف ثقة عدت بيك خفت وانطويت وهربت، هتفقد أجمل شيء جواك هو الثقة في المولى اللي دايماً معاك. عشان كده عايزكم تحفظوا الحكمة. قالوا إن ليست الثقة في النفس في اكتساب القدرات الجديدة فقط، إنما الثقة في النفس هو اليقين أنك تمتلك ما تستطيع أن تبدأ به. أنت عندك، هنكتسب ونطور من نفسنا، بس أنت عندك جواك اللي تقدر تبدأ بيه وتكمل بيه. أنت صنعة ربنا سبحانه وتعالى. لحظة ضعف الثقة بالنفس يا إما تعصف بيك وتجرفك وتبعدك عن مواصلة مواقف وتحديات حياتك، يا إما تسيطر أنت وتعافر وتقدم على كل لحظة حاسس فيها أنك أنت ضعيف، استخرج كل قوة ربنا خلقها جواك. لحظة ضعف الثقة بالنفس لو سيطرت عليك هتخليك تنسحب وتنطوي من أي تحدي من تحديات الحياة. خد خطوة في كل شيء بتشعر فيه بلحظة ضعف الثقة بالنفس، خد خطوة لقدام وأنت مستعين بالصمت. بص يا جماعة،
احنا صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجه بربنا. والانسان لما يكون فيه بينه وبين ربنا حبل متين يستمد من صفات ربنا، الدنيا تبقى خاتم في صباعه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الصمد في الصوره اللي لما تقراها اكنك قريت ثلث القران، سوره الاخلاص: قل هو الله احد الله الصمد. والصمد الذي يلجا اليه في الشدائد، وقيل ان الصمد الذي يقصد في المصائب ويرجى في الرغائب. يلجا اليه في المصائب، يعني لما يكون في حاجه صعبه عليا بتصيبني بالهم والحزن والانكسار اقول يا رب يا صمد. ويقصد في الرغائب او يلجا اليه في الرغائب لما يكون نفسي في حاجه ماليش غير ربنا الصمد الذي يصمد او يلجا اليه سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج الى احد. شوف لما ربنا يمدك بقوته او بكرمه او بقدراته او بغناه، شوف انت ازاي هتبقى قوي وسيد من اسياد هذا الكون. لحظه ضعف الثقه بالنفس ما تكسرش، خليك تقاوم وتعافر. واحد، حدد فين المشكله. انا ضعيف الثقه بنفسي ليه؟ مش عشان انا ما عنديش حاجه، عشان موقف او عشان هزيمه من هزائم الحياه، بس انا اقدر ان شاء الله. او اتنين، خد خطوه مستعينا بالصمد سبحانه وتعالى جل في علاه. يا رب في الوقت اللي تعصف بينا لحظه ضعف الثقه بالنفس تخلينا نطلع اللي جوانا زي القطه اللي بتطلع مخالبها وقت ما تحس بالخطر مش تجري. يا رب في اللحظه اللي تعصف بينا لحظه ضعف الثقه بالنفس لا انطوي واعتزل الحياه، بل ابص جوايا واقول يا رب طلع كل كنز مخفي عشان باذن الله بيك انا ادي الحياه. اللهم يا رب العالمين ثبت اركان حياتنا وزد ثقتنا في انفسنا وكن لنا خير معين يا قوي يا متين. ربنا يثبتنا ونعافر لما تعصف بينا لحظه ضعف الثقه بنفسنا.